أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو التداول خلال اليوم، وهي عبارة عن المضاربة في سوق الأوراق المالية، وتحديدا شراء وبيع الأدوات المالية خلال نفس يوم التداول. يتم هذا النوع من التداول فقط خلال يوم واحد، بحيث يتم إغلاق جميع الصفقات قبل إغلاق يوم التداول في السوق. ومع ذلك قد لا يكون العديد من التجار صارمين للغاية، أو قد يكون التداول اليومي عنصر واحد في استراتيجية التداول الشاملة التي وضعوها لأنفسهم، ويطلق على التجار الذين يشاركون في يوم التداول النشط بالتجار اليوميين. التاجر اليومي هو المستثمر الذي يحاول تحقيق الربح من خلال تنفيذ صفقات سريعة خلال اليوم. وعادة ما يقوم التاجر اليومي بإغلاق جميع الصفقات قبل إغلاق السوق، ولا يترك أي صفقات مفتوحة خلال الليل. يقوم بعض التجار اليوميين باستخدام النفوذ لزيادة العائدات الناتجة عن تحركات أسعار الأسهم الصغيرة. وغالبا ما يتم وصف التداول اليومي بالطريقة السهلة لتحقيق الثروات، ولكن هذا نادرا ما يحدث. لقد حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن التجار اليوميين يتكبدون عادة خسائر مالية كبيرة خلال الأشهر الأولى من التداول، وقد لا يصلون أبدا إلى وضع تحقيق الأرباح، ويضطر التجار اليوميين لتحمل فارق السعر بين العرض والطلب وعمولات التداول والدفع على خدمات الأخبار المباشرة وحزم التحليل المالي.